مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، والتي نناقش فيها أزمة جديدة متوقعة في قطاع النفط بالبلاد بتوقف الإنتاج في الحقول الواقعة جنوب شرق البلاد في حال استمر الحصار على ميناء الأحريقة. يأتي ذلك فيما شهدت السواحل الليبية قبالة بوكماش محاولة لتهريب النفط. فما هو واقع قطاع النفط اليوم وتراجع إنتاجه خلال الفترة الماضية؟ ما التداعيات المتوقعة على الوضع الاقتصادي بالبلاد في ظل تحذيرات المؤسسة الوطنية للنفط من احتمال توقف إنتاج النفط ببعض الحقول؟ وما هي الحلول الممكنة لحكومة الوفاق الوطني لإعادة إنتاج النفط إلى سابق عهده ومعالجة الاقتصاد الليبي بصورة عامة؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة، حيث ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، وعبر الهاتف من بنغازي الباحث الاقتصادي حمدي حرويس، عبر الهاتف من مساطة الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية إسماعيل المحيشي. مرحبا بكم ضيوفنا، وقبل البدء في النقاش أدعوكم والسادة المشاهدين لمتابعة التقرير التالي. أقل من شهر وسيتوقف إنتاج الحقول النفطية الواقعة جنوب شرق البلاد في حال استمر الحصار على ميناء الأحريق النفطي، بحسب تأكيدات المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري. الحراري أكد أيضاً أن إنتاج حقلي المثل والسرير انخفض إلى ثلث مستوياته السابقة نتيجة رفض مؤسسة النفط التابعة لمجلس النواب السماح بتحميل الناقلات بالنفط الخام من ميناء الأحريقة. وفي غضون ذلك أعلن المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط عمر الزوي انخفاض إنتاج حقلي مثله والسرير إلى أقل من 100,000 برميل من أصل 230,000 برميل يومياً، وذلك بعد توقف الصادرات من ميناء مرسى الأحريقة بسبب الأحداث الراهنة. الزوي أكد عدم وجود أي مشاكل فنية أو إدارية فيما يتعلق بالإنتاج من هذين الحقلين، لكنه حذر من أن استمرار توقف الصادرات النفطية سيدفع شركة الخليج لوقف الإنتاج بشكل كامل، وبالتزامن مع هذا الواقع الذي ينذر بتداعيات قد تتسبب في تدهور إنتاج النفط في البلاد، تواصلت محاولات الحصول على النفط الليبي بعيداً عن القنوات الرسمية لتصديره. وفي هذا الإطار تمكن جهاز حرس السواحل من ضبط سفينة نقل مالطية تقوم بتهريب وقود الديزل وعلى متنها 85,000 لتر من الوقود قبالة سواحل بوكماش بمدينة الزاوية، بحسب الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم. النفط أزمة تتجدد في البلاد، ليضع هذا الواقع حكومة الوفاق الوطني أمام تحديات إيجاد الحلول اللازمة لإعادة الإنتاج إلى سابق عهده، هذا فضلاً عن الخيارات المطروحة أمام الحكومة لمعالجة الاقتصاد الوطني بصورة عامة. سيد الجبو، أبدأ النقاش معك، كيف تقرأ واقع قطاع النفط في البلاد خلال الفترة الماضية؟ والأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع إنتاجه برأيك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مساء الخير لكل المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة وقع النفط الليبي في فترة السنوات الأخيرة وقع مؤلم جدا، يهدد قوت الليبيين بسبب، طبعا السبب الأول وهو الانقسام السياسي، وهو عامل الأساس في هذا التراجع الذي تحقق في قطاع النفط من خلال إيقاف تصدير وإنتاج النفط عبر الحقول والمواني الليبية بسبب هذا الانقسام، ثم كذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاشتباكات التي تحدث بين الحين والآخر، أدى هذا إلى حدوث إعطال وفي بعض الحقول النفطية، وكذلك هناك يعني تراجع من قبل شركات النفط سواء كانت ليبية أو أجنبية من التواجد في المواقع والحقول النفطية، باعتبار أن هذا يشكل خطر وتهديد لأمنهم، ولهذا انسحبت العديد من الشركات وتوقف التصدير، وأصبحت ليبيا بدل أن تصدر في 1,600,000 برميل حسب الواقع في 2010 و12 في السابق والمقرر لها من قبل منظمة الأوبك، أصبح إنتاجها لا يتجاوز 300,000
وحتى 300 ألف الآن نحن نشاهد الآن أن هم مهددات بالتوقف نهائيا للأسباب المذكورة سابقا. الحقيقة يعني الواقع يهدد الاقتصاد الليبي برمته، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي وبشكل كبير يصل إلى 90% على هذه السلعة، والآن أصبح لا وجود لليبيا في السوق الدولي بالنسبة لتصدير النفط، يعني أصبح إنتاجها ضعيف جدا. وكذلك هناك سبب طيب. آخر أدى إلى هذا التراجع، إذن سنأتي إلى تفصيل الذي حدث ذلك بين مؤسسات الدولة الجبو في سياق هذه الحلقة. دعني أذهب للسيد حرويس. سيد حرويس، لا توجد أي مشاكل فنية أو إدارية فيما يتعلق بالإنتاج من حقلي بسلة وسير بحسب المتحدث باسم شركة الخليج. ما تقييمك لهذا الواقع مقارنة بانسحاب العديد من الشركات الأجنبية عن العمل في مجال النفط بالبلاد خلال الفترة الماضية؟ بالتأكيد أن لا توجد مشاكل فنية أو إدارية بالنسبة لاستخراج النفط، وكذلك الاحتياطي الليبي يعتبر من الاحتياطيات الكبيرة جدا، وهو من النفط النوع الممتاز هذا من ناحية كمزايا للنفط الليبي. ولكن الإشكالية أو المشاكل تقع في الصراع السياسي والأمني في ليبيا، وغياب الأمن هو السبب الذي أدى لهذه الأزمة. الصراع الحاد السياسي والأمني هو الذي أدى الوضع الحالي، ولكن بالمقابل أيضا حتى نتيجة تدمير خزانات النفط وغيرها هناك حلول أخرى، هناك سفن عائمة يستطيع أن يستخدمها في تصدير النفط وفي التخزين بشكل مؤقت، هناك حلول فنية وإدارية سهلة التنفيذ. ولكن القضية ليس في طرح الحلول أو في إيجاد البدائل، القضية في التنفيذ. بالنسبة للوضع الاقتصادي الليبي، الإشكاليات أو تحديد الأولويات أو تحديد المشاكل محددة، ولكن الإشكالية في كيفية تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع، كيفية وضع أو ضغط الوضع الأمني أو إعادة الوضع الأمني فيما يلي بعد عملية الاستقرار. هناك حلول كثيرة وخطط تنموية كثيرة تصحب هذه المرحلة، في مرحلة انتقالية خطة سنوية، وأيضا حكومة الوفاق لديها الخطة اللي طيب. إذن سنستعرض الحلول في أيضا في سياق هذه الحلقة سيد حرويس. سيد المحيشي، ما مدى تأثير حالة الواقع السياسي الذي مرت به البلاد خلال الأعوام التي عقبت ثورة التحرير على تجدد أزمات إنتاج النفط؟ في البداية تحية ليك وتحية للضيوف الأخوة المشاهدين. الإشكالية في ليبيا معقدة، هذا واقع ليبيا. الاقتصاد في ليبيا معتمد، يعتبر اقتصاد ريجي معتمد على قطاع واحد وهو قطاع النفط، لا وجود لأي قطاعات أخرى، لا وجود لأي تنويع مصادر الدخل ما عدا النفط. عندما حدث الانقسام والله بصفة عامة بصورة أوضح، الأداء السيء للحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد إعلان تحرير ليبيا، وكذلك الأداء السيء للمؤتمر الوطني العام هو الذي أساء لهذا المشهد الاقتصادي وكذلك السياسي. حدثت هناك انقسامات، مجموعات مسلحة تسيطر على مواني، والبعض يسيطر على الميناء، والكل يقول أنا لن أفتح هذه المواني، وهذه حكومة متفق عليها وهذه حكومة غير متفق عليها. وصلنا اليوم في ليبيا إلى هذا المستوى الاقتصادي السيء التي تشهده، ممكن أسوأ حالة اقتصادية مرت على الاقتصاد في ليبيا. وهذه إشكاليات هذه الأزمة في ليبيا، وحل هذه الأزمة أصبح معقد. بدون وجود توافق سياسي لا نستطيع حلحلة هذا المشهد وإعادة تصدير النفط حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمة. والنقطة الثانية وتعتبر الأهم هو انخفاض سعر البترول في الأسواق الدولية، وهذا كان له دور سلبي جدا وسيء جدا على الاقتصاد في ليبيا، بحكم أن هناك انخفاض كبير في أسعار النفط من 110 إلى وصل إلى عند 40 إلى 35. أكيد سيكون له تأثيرات سلبية، وقد يكون له تداعيات في المدى المتوسط والمدى الطويل على الاقتصاد في ليبيا، وكذلك حتى على المستوى المعيشة للمواطن في ليبيا. طيب سيد الجبو، إنتاج حقلي مسلة وسير انخفض إلى ثلث مستوياته السابقة بحسب المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الأحراري. برأيك ما انعكاسات ذلك على الإنتاج في هذين الحقلين والحقول المجاورة في المستقبل؟
طبعا هو الانعكاس المزيد من التراجع في الانتاج، وقلة هذا الانتاج هو أصل الانتاج يعني في حالاته القليلة. يعني الانتاج بعد كما ذكرت بعد أن كان كل معظم الحقول تنتج بقدرة تصل إلى 1,600,000 برميل، الآن أصبح في تراجع. إقفال الحقلين الذي ذكرتهم حضرتك يعني يزيد الطين بلة، ويسبب كذلك في عجز. إن شاء الله إحنا يعني نتمنى أن ما يوصلش العجز إلى أن حتى من داخل الدولة الليبية هناك إنتاج حوالي من 150,000 إلى 200,000 برميل يوميا للتكرير كمصفات الزاوية ومصفات طبرق. نتمنى أن يستمر إنتاج على الأقل لتلبية حاجة هذه المصفات. الحقيقة يعني الصورة قاتمة في هذه المرحلة، وهناك يعني الكثير مما نقوله في هذا المجال، وهو ضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي يمكن الدولة الليبية من إعادة استئناف وضخ النفط كما كان، لأن هذا الموضوع موضوع يمس الاقتصاد الليبي في مقتل، ويمس الأوضاع الليبية برمتها. فنتمنى أن يكون هناك حلول سريعة من قبل حكومة التوافق الوطني، والنظر في هذا الموضوع الخطير، لأن هذا يمس كما ذكرت قوت الليبيين، بالإضافة إلى أن استمرار العجز المالي قد يسبب في المستقبل لا سامح الله حتى في عجز الدولة الليبية عن دفع المرتبات وعن الاستجابة للمتطلبات الليبيين من الغذاء والدواء. طيب سيد حرويس، الانتاج الحالي لحقلي مسلة وأسين انخفض إلى أقل من 100,000 برميل يوميا بحسب المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط، برأيك ما الذي يمكن أن يوفره هذا الرقم من الانتاج لتلبية المتطلبات الاقتصادية للبلاد؟ بالتأكيد أن هذا الرقم متدني جدا. نحن نعلم جميعا بأن الهيكل الاقتصادي الليبي ينحصر في نشاط أساسي وهو استخراج وتصنيع النفط، حيث هذا هو المصدر الرئيسي للدخل والعملات الصعبة. هذا من ناحية، وبالمقابل في مقابل هذا الاعتماد الكلي أو هذا الاقتصاد الليبي يعتمد على تصدير النفط بهذه الكميات القليلة، بالمقابل تقريبا 70% من الميزانية العامة تخصص للمرتبات وللدعم السلعي. فهنا المشكلة الأساسية، لأن دخل النفط هذا المتواضع يقابله 70% من الميزانية، تقريبا 1,700,000 مرتبات من القطاع العام للليبيين، وهذا سوف ينعكس انعكاس مباشر بشكل مأساوي على حياة الليبيين اليومية ومعيشتهم. هذا سبب رئيسي. نحن لا محل في التنمية حاليا في المرحلة الحالية، ولكن في أسباب إنسانية ينعكس انعكاس مباشر في معيشة المواطن الليبي. كلما انخفض هذا تصدير النفط على المدى القصير الحالي، وأيضا لا يريد أن نتطرق للحلول، ولكن هذا انعكاس مباشر لمعيشة المواطن الليبي كما ذكرت، ما يتعلق بالمرتبات وما دعم السلع، لأن هناك دعم الغذاء ودعم الطاقة ودعم الإسكان لغير الدولة متكفلة به، دولة الرعاية الدولة الليبية. هذا انعكاس مباشر بالنسبة للانخفاض. طيب إذن هذا انعكاس مباشر على المواطن كما تحدثت. سيد المحيشي، المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس تقول إن مؤسسة النفط التابعة لمجلس النواب رفضت السماح بتحميل الناقلات بالنفط الخام من ميناء الحريقة. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يفاقم الانقسام المؤسسات من التدهور الاقتصادي في البلاد؟ لا أتوقع أن هناك الآن انقسام مؤسساتي أكثر من الموجود الآن في ليبيا. هناك انقسام مؤسساتي، هناك معدلات فساد في هذه المؤسسات. للأسف السياسة في ليبيا أو النظام الإداري في ليبيا هو من كان له دور في هذا الفساد وهذا الانقسام السياسي. الحل في ذلك هو وجود التوافق أو دعم حكومة الوفاق الوطني حتى تستطيع توحيد هذه المؤسسات ولملمت هذه المؤسسات حتى يكون لها دور إيجابي. لكن في ظل هذا الانقسام الكل يريد أن يستغل ويتاجر بعملية النفط وعملية أنا الشركة المعتمدة، والبعض الآخر يقول أنا الجهة التشريعية وأنا يقول الجهة التنفيذية. وهذا الانقسام الذي حدث في ليبيا له أكثر ما يقارب من سنتين. نحن نتكلم عن انقسام مؤسساتي في المؤسسات النفطية، في المؤسسات المصرفية، كذلك في مؤسسات الاستثمار، وهذا كان له الأثر السلبي الذي وصلت له الاقتصاد في ليبيا إلى هذا المستوى. سيد الجبو، استمرار توقف الصادرات النفطية سيضطر بشركة الخليج للنفط
وهو ما يضطرها يعني إلى وقف الإنتاج بشكل كامل بحسب المتحدث باسمها. كيف تنظر إلى مستقبل عمل الشركات الوطنية في مجال النفط أيضا إزاء هذا الوضع؟ بالتأكيد أن شركات النفط الوطنية هي تتأثر بالواقع السياسي وبالواقع الأمني، وإذا استمرت التوترات والاشتباكات في منطقة الهلال النفطي فأن شركة الخليج أو شركة الزويتينة أو إيني أو كل الشركات بالتأكيد ستتوقف عن الإنتاج، لأن من أهم مسببات الإنتاج هو توفر الأمن وفتح إعادة فتح الموانئ النفطية. ونحن يعني نعلم أن التصدير توقف منذ 3 سنوات، وهذا طبعا يحتاج إلى إلقاء نظرة فيما يخص بإعادة إصلاح هذا الوضع وصيانة هذه الحقول وصيانة الأنابيب النفط حتى نتمكن من عودة الإنتاج. توقف الشركات الوطنية طبعا حيزيد يأزم الموقف الاقتصادي وحيجعل الدولة الليبية في مأزق زي ما قلنا بسبب اعتمادها شبه الكلي على النفط، ولهذا نحن يعني ندعو في المستقبل القريب إلى إعادة النظر في هوية الاقتصاد الليبي وتحديده وتنويع مصادر دخله إلى آخره. يعني هذا طبعا أصبح شيء حتمي، هذا أصبح الموضوع الملف هذا لا مجال للنقاش فيه، بل يجب أن يكون البحث فيه والنظر فيه بشكل جدي للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة الليبية والتي انعكست ضررا وسلبا على الشعب الليبي. طيب إذن السيد حرويس، برأيك ما البدائل التي يمكن أن تغطي فراغ توقف إنتاج النفط في بعض الحقول، وما يترتب على ذلك التوقف من خسائر اقتصادية؟ البدائل في الحقيقة هو أن كما ذكرت الاقتصاد الليبي يعتمد على النفط، ولكن البدائل هناك أموال مجمدة بالخارج، هناك سوف تقوم حكومة الوفاق بالطلب من الأمم المتحدة وغيرها لأن فك لهذا التجميد ربما لمرحلة مؤقتة، أيضا الرسوم والضرائب أيضا هذا حل آخر، أيضا ممكن تخفيف الدعم وبالرغم أن هذا فيه مجازفة وخطورة ربما على المواطن البسيط، هذه الحلول على المدى القصير، ولكن الحلول الأصلية أو الحلول الجذرية أو التوصيات الأصلية في هذه المسألة يجب على الحكومة أن هي تأخذ بعين الاعتبار استمرار هذه الأزمة، يجب أن هي تأخذ بعين الاعتبار، صحيح هو أن إعادة تصدير النفط، ولكن يجب تأخذ بعين الاعتبار مع استمرار هذه الأزمة ما هي الحلول؟ طيب مع استمرار هذه الأزمة كما تحدثت، ما الذي يترتب على هذا التوقف برأيك؟ هذا يترتب كما ذكرت، يترتب عليها انعكاس الوضع الإنساني سوف يكون بائس جدا على المواطن الليبي. لماذا؟ كما ذكرت لك بلا أرقام، المرتبات والدعم السلعي 70% من الميزانية العامة التي تعتمد اعتماد كلي على النفط، فإذا سوف يتضرر تضرر مباشر أكثر من 75% وزيد عليهم 10% للعاملين الذين يشتغلون في قطاع النفط، تأثير مباشر لأن القطاع الخاص في ليبيا ضعيف جدا والإنتاجية بسيطة جدا، فهذا هو التأثير سوف يكون مباشر وعميق وصعب على المواطن الليبي بالنسبة لهذه الجزئية. طيب سيد المحيشي، ما الدور الذي يجب على الأطراف السياسية بالبلاد القيام به لحماية الاقتصاد الوطني من الدخول في مرحلة الانهيار؟ هناك نقطة إيجابية في هذا المشهد الاقتصادي المعقد في ليبيا. ليبيا اقتصاد ريعي، وهذه أحد السلبيات وأحد الأمور المتراكمة من النظام السابق. الآن على ليبيا بعد الثورة وبعد هذا الانفتاح والمناداة بالحرية والديمقراطية أن ترفع الدولة يدها على القطاع الخاص، وأن يكون هناك انفتاح في الاقتصاد في ليبيا وتنويع مصادر الدخل وعقد شراكات حقيقية مع الدول المغرب العربي والدول المطلة على البحر المتوسط، واستكمال مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستكمال انضمام ليبيا إلى منظمة التجارة العالمية، والبدء في عمل الإنتاج والإنتاجية، لأن ليبيا الآن للأسف عندما نشاهد المشهد الاقتصادي في ليبيا معقد. الدولة الوحيدة لترة البنزين أرخص من لترة شراب المياه، وهذه لم يحدث في أي دولة في العالم. إذن المشهد الاقتصادي معقد،
وحلول هذا حلول والبحث عن حلول وهو حلول جذرية وهو تنويع مصادر القطاعات الاقتصادية، كذلك تنويع القطاعات الاقتصادية والبحث عن النسبة التناسبية والانفتاح على العالم. ليبيا لها موقع استراتيجي أن تكون بوابة أحد بوابات العالم في المال والاقتصاد بحكم موقعها الجغرافي والطقس وعدد السكان، وتعتبر أكبر ساطع البحر المتوسط. تستطيع القوة السياسية وحكومة الوفاق بدأ في هذا المشروع الاقتصادي الهائل في ليبيا حتى نصل من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج، حتى نستطيع أن نتقدم ونكون من أحد الدول والأضلاع الرئيسية في العالم فيما يخص المال والمال والأعمال وغير ذلك، بحكم ليبيا موقعها جغرافي مميز وهناك موارد اقتصادية. عندما نشاهد القطاعات الزراعية تم إهمالها، كذلك المشاريع المشروعات الصغرى المتوسط من خلال هذه المشروع ومن خلال بورة مشروع اقتصادي هائل جدا من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، نستطيع أن تنتقل ليبيا من هذا المستوى الاقتصادي إلى مستوى الانفتاح كما حدث في شرق آسيا والكثير من دول العالم التي مرت بهذه المرحلة. طيب سيد الجبو، المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس تحذر من أن إنتاج الحقول النفطية الواقعة جنوب شرق البلاد ستتوقف في أقل من شهر، ما تقييمك لذلك؟ هو أكيد أن هو الإقفال أصبح شيء طبيعي للانقسام السياسي الموجود الآن، وكذلك الانقسام بين المؤسسة الوطنية للنفط الأصلية وأخرى موازية. ونحن خاصة في هذه الفترة نحن نسمع أن طبول الحرب يعني تدق ضد التنظيم في المنطقة الوسطى القريبة من الحقول النفطية، فمن الطبيعي يعني أعتقد أن يتوقف الإنتاج في هذه المرحلة، وخاصة لاستمرار الانقسام السياسي والاستمرار التوترات الأمنية. يعني لكن عندي ملاحظة فيما يتعلق بهذا القطاع، يعني حتى نعيد الحياة لهذا القطاع علينا أن نعيد الثقة للشركات الأجنبية وشركات الاستثمار للعودة وتوفير الأمن لها، وكذلك علينا أن نعمل على ترشيد الصرف والاستهلاك العام في الدولة ونقلل من الدين العام، وكذلك هناك معالجات اقتصادية، تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد انتاجي متنوع، دخل الاهتمام بالمشروعات الصغر والمتوسطة التي تعتبر في بعض الدول الصناعية هي يعني تساهم بنسبة أكثر من 90% في الناتج القومي. علينا أن نستمر في محاربة الفساد المالي والإداري، لأن طبعا هذا ينهك الاقتصاد وكما قلت يعني يزيد الطين بلة. الحقيقة هناك مجموعة من الإجراءات أمام الحكومة الحالية والحكومات القادمة لمعالجة الوضع الاقتصادي. طيب، لأن رأوا الاستمرار في هذا الوضع قد يسبب لنا الكثير من المشاكل وأخطر من اللي موجودين فيه، وهو تهديد يعني بوصول الدولة إلى حالة الإفلاس بعد صرف المال الاحتياطي الاستراتيجي. يعني الآن ليس لدينا إلا المال الاحتياطي الاستراتيجي، عندما يصرف هذا المال فستواجه ليبيا الانهيار الاقتصادي الكامل وإعلان حالة الإفلاس. طيب سيد حرويس، ضبط سفينة نقل مالطية تقوم بتهريب وقود الديزل قبالة سواحل بوكماش، ما رأيك يعني ما مدى تأثير عمليات تهريب النفط الليبي على هذا القطاع وبالتالي الاقتصاد الوطني بشكل عام؟ بالتأكيد مسألة تهريب النفط وتهريب السلع المدعومة هذه مشكلة من عدة سنوات تهرب لدول الجوار أو ما يتعلق بهذه السفينة التي تم ضبطها من قبل جهاز حرس السواحل. بالتأكيد هذا انعكاس سلبي على مؤسسات الدولة وعلى أموال الدولة وثروات المجتمع الليبي. فمسألة التهريب هذه طبعا مختصت بها أجهزة معينة تغطية لحرس الحدود وخلافه، يفترض أنها تفعل هذه الأجهزة الضبطية والرسمية للدولة بحيث منع مثل هذه تهريب الوقود الديزل أو غيره من السلع المدعومة. طيب سيد محيشي، جهاز حرس المنشآت النفطية كان قد أعلن يعني سماحه بتصدير النفط لصالح حكومة الوفاق الوطني، يعني كيف تقيم هذا الإعلان في ظل حالة الانقسام السياسي بالبلاد؟ ما
مع العلم ان هذه المجموعه اهدت ما يقارب من 100 مليار دينار ليبي على الاقتصاد في ليبيا، لكن احنا نتكلم الان على مرحله التوافق والمصالحه، علينا ان نبدا صفحه جديده، وهذه يعتبرها نقطه ايجابيه ان هذه المجموعات وهذه المؤسسات الان الكل تؤكد دعمها لحكومه الوفاق الوطني، وان نعتبرها خطوه ايجابيه تخدم المصلحه العامه، لكن تبقى اشكاليه ليبيا اشكاليه معقده في عمليه النفط والتهريب. التهريب في ليبيا ليس هو جاء بعد 17 فبراير، حتى قبل الثوره كان هناك التهريب، ربما الاعلام كان بعيد عن المشهد الاقتصادي والسياسي في ذلك الوقت. لأن ليبيا تحيط بدول للأسف دول تعاني من عملية فقر واقتصاد متدهور، سواء تكلمنا عن دول عربية ودول إفريقية، وعملية التهريب في ليبيا أرخص دولة في 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 بيعها للبترول للمواطن في ليبيا، وهناك الدعم البترول في ليبيا. لابد من وضع استراتيجية جديدة تكون منوصة باستبدال هذا الدعم السلعي والدعم بالدعم النقدي في أسرع وقت، وأن يكون هذا على مراحل، نتكلم عن مرحلة في مدى قصير ومتوسط وبعيد، حتى لا تكون لها تأثيرات مباشرة وسلبية على المواطن. لابد من حلحلة الوضع في ليبيا من الناحية الاقتصادية بنوع من الانفتاح على العالم الآخر، وإدخال ليبيا في المنظومة الاقتصادية، وأن تكون جزء مؤثر في عملية المال والأعمال. وتستطيع ليبيا لها مقومات اقتصادية هائلة جدا. ليبيا عندما نتكلم عن وضعها الاقتصادي تعتبر هي جنة مكتملة فيها كل شيء، عدد سكان قليل، موقعها استراتيجي، هذه الموارد نستطيع من خلالها البدء في مشروع اقتصادي حقيقي. ولكن تبقى أن الإشكالية في ليبيا معقدة بحكم الانقسام السياسي الآن في ليبيا. والنقطة الأخرى وهي إلى حد هذا اليوم لم نتوافق على دستور حتى ننتقل من مراحل الانتقالية ونأتي إلى مراحل مستقرة تستطيع من خلالها الحكومات المتعاقبة وضع تصور اقتصادي مبني على التنوع ومبني على الانضمام في المنظومة العالمية. سيد الجابو، إذن ما مدى تأثير توقف الإنتاج في بعض الحقول التي تتولى أمرها شركات وطنية على إمكانيات هذه الشركات، وما يمكن أن يلحق بها من أضرار فنية وإدارية؟ كما ذكرت يعني في السابق، يعني هذه الشركات الوطنية طبعا تتأثر سلبا بتوقف هذا الإنتاج، وتتأثر سلبا كذلك بعدم الاستقرار الأمني، وفي المستقبل قد لا تجد حتى ميزانية لصيانة الحقول النفطية ومعدات الحفر وإلى آخره. يعني طبعا هذا حيعطي صورة سلبية لعملية إنتاج النفط في ليبيا، وحيزيد المشكلة أكبر وتفاقم. لكن أعتقد أن في حالة وجود توافق سياسي قد تنتهي هذه المشكلة سريعا من خلال إعادة ضخ النفط كما كان، واستثمار جزء من دخل هذا النفط في إعادة صيانة هذه الحقول وصيانة المنصات وصيانة الآبار، وكذلك تحفيز العاملين وتدريبهم. يعني الموضوع أصبح موضوع كبير الحقيقة. يعني الفشل الاقتصادي الذي نعانيه الآن هو جاء نتيجة للفشل في الوصول إلى حل سياسي. ليس أمامنا إلا التوقف أمام حل سياسي يجمع عليه كل الليبيين، لأن نحن شرقا وغربا وجنوبا في سفينة اقتصادية واحدة، إذا غرقت سوف نغرق جميعا. وليبيا الآن يعني تحتاج إلى كل الليبيين من خلال توافقهم والمصالح وكل هذه النقاط التي تصل بالليبيين إلى شاطئ الأمان من خلال التوافق والاتفاق والمصالحة والتسامح. طيب سيد حرويس، برأيك كيف سيكون واقع تصنيف البلاد في الأسواق العالمية إزاء الأزمات المتلاحقة التي ظلت تلحق بالنفط؟ بالتأكيد بالنسبة للعامل الخارجي عامل مهم بالنسبة للوضع الاقتصادي الليبي، عامل مؤثر جدا بالنسبة للعامل الخارجي أو المنظمات الدولية. وفيما يتعلق بمثل هذه المشاكل من حيث توقف النفط ولا مشاكل متعلقة بالجانب السياسي والأمني، بالتأكيد أن لها تأثير مباشر، وخصوصا ليبيا لازالت تقع تحت البند السابع وما يتعلق بتجنيد الأموال الليبية في الخارج إلى آخره. فهناك عملية تأثير مباشر
فيما يتعلق بالعمل الخارجي ما يتعلق بتصدير النفط، وكذلك ليبيا اللي وضعها في منظمة أوبك وما يتعلق بخفتها بالتصدير، ولكن هذه العوامل الداخلية بالتأكيد من الصعب السيطرة عليها في خلال هذه الفترة. طيب سيد المحيشي، كيف بالإمكان الحيلولة دون توقف إنتاج النفط في بعض الحقول في ظل الانقسام الحاصل بالبلاد؟ هذا شيء مستحيل بحكم أن الوضع الأمني الآن معقد جدا. عندما نتكلم عن المناطق الموجود فيها أبار النفط، هي الآن مواقع اشتباك، نشاهد ذلك حتى في الموالي. الإشكالية في ليبيا معقدة، بدون التوافق وإعطاء الثقة لحكومة الوفاق الوطني والدعم، نحن ننتظر في الدعم الدولي التي جاء من خلال اتفاق الصخرات، وخلالك من خلال زيارات وزارة الخارجية لطرابلس ودعم لحكومة الوفاق الوطني ودعم للاتفاق السياسي. للأسف لحد هذا اليوم لم نشاهد دعم حقيقي على الأرض. نتمنى أن يكون هناك دعم دولي لحكومة، لهذه الحكومة، لإعطائها الثقة. نحن وقعنا في 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 مأزق خطير جدا، هناك انقسام داخل مجلس النواب، البعض لا يريد لغة التوافق والمصالحة، وهناك أطراف من مصلحتها وجود هذا الفساد وهذا الإرباك وهذا الانقسام في ليبيا، لأنهم كانوا يسمون دواعش المال العام والتجار الحروب. هذه الإشكالية معقدة، لكن عندما يتم اعتماد حكومة الوفاق الوطني ومن خلال اتفاق الصخرات، تستطيع هذه الحكومة توحيد المؤسسات النفطية والمؤسسات المالية والمؤسسات الاستثمارية حتى تقوم بالأداء الاقتصادي، تستطيع أن نخرج من الإشكالية الاقتصادية. والنقطة الثانية وهي الأهم، وهي الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وبالذات الدول التي لها وضع اقتصادي واجتماعي يشابه الوضع في ليبيا، والاستفادة من تجارب وكذلك والاستعانة بخبرات المنظمات الدولية. شاهدنا نحن ما يقوم به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعهد هذه الصندوقين وهذه المؤسسات المالية الهامة جدا في العالم في دعم حكومة الوفاق الوطني بالاستشارات وبالخبرات وبوضع السياسات. هذه نقاط إيجابية، وعلى حكومة الوفاق الوطني استثمار واغتنام هذه الفرصة في دعم مجهودات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وشهدنا اجتماعات حدثت في تونس بين حكومة الوفاق، بين المجلس الرئاسي وبين هذه المؤسسات المالية المهمة جدا، حتى نستطيع أن نخرج من ليبيا ونبدأ في بناء اقتصاد حقيقي على الإنتاج وعلى الإنتاجية، وننتقل من هذا من 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 هذا الاقتصاد المعقد في جدا، وتوجه إلى التنويع في مصادر دخلنا، ومن ذلك نستطيع أن نستفيد من تجارب. وكثير من الدول التي عانت من ما عانت فيه ليبيا وانتقلت مرحلة التنوع الاقتصادي، وتستطيع ليبيا، مهيئة الآن ليبيا بالذات بعد ثورة 17 فبراير وبعد هذه التضحيات وهذه الدماء، نعم، تنتقل إلى وضع اقتصادي أحسن يواكبها للمنظومة العالمية والمنظومة الاقتصادية. سيد الجبوة، المساهمات المالية التي تقدمها بعض المؤسسات الدولية إلى حكومة الوفاق الوطني، كيف تنظرون لها مقابل الاحتياجات الحقيقية للمواطن الليبي؟ المساهمات المالية التي أعلنتها بعض الدول هي الحقيقة قليلة وقليلة جدا، ولا تكفي حتى لميزانية بسيطة. نحن نعلم أن الدولة الليبية تدفع في مرتبات قد تصل إلى 22 أو 23 مليار دينار، وبالتالي 100 مليون من الاتحاد الأوروبي هذا لا يعني شيء. الحقيقة ليبيا لا تحتاج إلى مساعدات خارجية، ليبيا دولة غنية، وكما ذكر الإخوة لديها من ما شاء الله من الثروات الطبيعية التي يمكن استغلالها، لديها الحقول النفطية. ليبيا تحتاج فقط إلى وفاق وإلى اتفاق، ونحن في هذه المدة يعني أو في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها ليبيا، الظروف الاستثنائية، لا نطلب تنمية، ولكن نطلب على الأقل توفير حاجة الناس أو توفير حياة كريمة لهم، توفير السيولة، توفير الغذاء، توفير الدواء، يعني حل المختنقات المالية. لابد أن نتوجه جميعا إلى الإنتاج. الحقيقة ليبيا هي أكبر دولة في شمال أفريقيا، فيها عدد موظفين يتجاوز عدده 1.5 مليون موظف، أي بمعنى 1.5 مليون مرتب، وهذا طبعا استنزاف للاقتصاد الليبي. على الليبيين أن يتجهوا إلى الإنتاج الحقيقي، أن يتجهوا إلى المشروعات الصغرى والمتوسطة، إلى الزراعة، إلى الصناعة، إلى السياحة، إلى الخدمات، إلى الصيد البحري،
هذا هو مستقبلهم. لكن باش يعتمدوا على النفط الآن أو نشوفوا فيه النفط يعاني من 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 إشكاليات كثيرة، من حصار، من تدمير في بعض حقوله. لابد أن العقلية الثقافية الليبية أن تعيد النظر في عقلية الاستهلاك، لابد من إعادة ترشيد الاستهلاك، تحديد الاستهلاك، إعادة تجديد ثقافة الإنتاج، التوجه لمواقع الإنتاج. لدينا العديد من المصانع العامة المتوقفة لأسباب عديدة لابد من معالجتها. الحقيقة الاقتصاد الليبي يملك إمكانيات ولكن لا يملك الإرادة، لا يملك الأداة حتى نخرج من هذه المشكلة الاقتصادية العويصة. نعم. نحتاج كذلك إلى دعم فني من دول خارجية، استشارات اقتصادية في هذا المجال. طيب سيد حرويس، نعم، وصلت الفكرة. سيد الجبو، سيد حرويس، هل من الممكن أن يؤدي توقف إنتاج النفط في بعض الحقول إلى تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، أم أن هذا التراجع له علاقة بأزمات أخرى؟ بالتأكيد هناك ارتباط ما بين أسعار النفط وسوق العمل والبطالة وأسعار العملة الصعبة. كما ذكرت أن استخراج تصنيع النفط في ليبيا هو المصدر الرئيسي للدخل والعملات الصعبة، فبالتأكيد هذا ارتباط مباشر. توقف تصدير النفط سوف ترتفع أسعار السلع الغذائية، سوف تجد صعوبة بالنسبة للطلبة اللي بيصدروا بالخارج، سوف تجد صعوبة للعلاج، سوف كل الأمور سوف تتصعب، الأمور الإنسانية، الوضع الإنساني سوف يزداد سوءا، المرتبات أيضا سوف تقع مشكلة في نقص السيولة. كل ذلك مرتبط ارتباط مباشر بدخل الرئيسي أو هيكل الاقتصاد الليبي في إيرادات. كما ذكرت أن الإيرادات السيادية في الدولة من ضرائب ورسوم لا تكفي، ولكن النسبة الأكبر هو التراجع الكبير الذي حصل في عوائد النفط، هو الذي أدى في هذا الوضع السيء الذي يعيش المواطن الليبي. سيد محيشي، إذن كيف ترى مستقبل الواقع الاقتصادي بالبلاد في ظل استمرار التجاذب السياسي وعدم تمكن حكومة الوفاق الوطني حتى الآن من الإمساك بزمام الأمور؟ لحلحلة المشهد الوضع الاقتصادي في ليبيا لابد من الإسراع من هذه المراحل الانتقالية إلى مراحل ما بعد الدستور، وهي النقطة المهمة لتحسين الاقتصاد في ليبيا من خلال إعداد دستور حديث يكون فيه أوجاه واضح فيه معالم الجهات التنفيذية والتشريعية، وكذلك يكون فيه هوية الاقتصاد في ليبيا مبني على الانفتاح وعلى انفتاح المنظومة العالمية، ويكون ليبيا جزء من المنظومة والقوانين العالمية. نستطيع من خلال بعد ذلك من تنويع مصادر ليبيا الاقتصادية وكذلك التوجه نحو تفعيل القطاعات الاقتصادية كالزراعة وكالصناعة وكالصيد البحري وكالسياحة وغير ذلك. ليبيا دولة مهيئة أن يكون لها دور مهم في المال والأعمال على مستوى المنظومة العالمية بحكم موقع ليبيا الجغرافي والاستراتيجي الذي لا تجده في أي دولة مطلة على البحر المتوسط. في ليبيا شعب متكامل متجانس اجتماعيا، متجانس من الناحية الدينية من الناحية الاجتماعية، لا وجود هنا. طيب إذن كيف ترى الواقع يعني الاقتصادي الآن في ظل استمرار التجاذب السياسي مستقبلا؟ دعم الاقتصاد سيكون هو المخرج الوحيد أمام ليبيا للانتقال من المراحل الانتقالية هذه إلى مناطق الاستقرار. نتمنى أن يكون هناك دعم من كل القوى السياسية والتوعية والوطنية ودعم اتفاق الصخرات ودعم حكومة الوفاق الوطني حتى نستطيع أن ننتقل من المراحل الانتقالية المعقدة هذه الانتقال إلى مرحلة ما بعد الدستور. في حالة وجود هذه الوحدة الوطنية نستطيع الخروج من هذا المحطق، ونستطيع كذلك محاربة الإرهاب والتطرف والتنظيمات المتشددة الموجودة. نحن الآن نشهد في مرحلة حرب وصراع مع هذه المجموعات والهجرة غير الشرعية، لكن في توحد الليبيين ووحدة هذا الشعب نستطيع أن نهزم هذه التنظيمات وكذلك الهجرة غير الشرعية، وأن نكون من ضمن المنظومة العالمية وتكون ليبيا فاعلة. لكن في حالة وجود هذا الانقسام بين القوى السياسية في ليبيا وبين المؤسسات لا نستطيع، بل كل يوم سنتأخر أكثر ويتبقى الحلول المعقدة في ليبيا. الحل في ليبيا الوحيد هو دعم اتفاق الصخرات والوقوف مع حكومة الوفاق الوطني حتى ننتقل بسرعة جدا إلى مرحلة ما بعد الدستور والتوافق على دستور حديث مبني على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتوزيع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حتى نستطيع أن ننتقل من هذه المراحل
المعقدة إلى مراحل الاستقرار. في خلال مراحل الاستقرار نستطيع أن نبني بناء اقتصاد حديث، ونستطيع محاربة الفساد، وكذلك نستطيع من خلال ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، لأننا نحن في ليبيا في أمس الحاجة لجذب هذه الشركات الأجنبية حتى نستطيع أن ننوع اقتصادنا من خلال هذه الشركات، ونتحصل على هذه الاستثمارات الأجنبية، الخبرة والتقنية والتكنولوجيا، حتى نستطيع أن نكون جزء من المنظومة العالمية في الاستثمار والمال والعمل. نعم. سيد أرجبو، ما الحلول التي يجب أن تمضي إليها حكومة الوفاق الوطني في سبيل إعادة إنتاج النفط الليبي إلى سابق عهده باعتباره المصدر الحالي للاقتصاد اقتصاد البلاد؟ نعم، كما ذكرت يعني على رأسها هو وضع حد للانقسام السياسي، صيانة كل الحقول والموانئ النفطية التي تعرضت للاشتباكات، إعادة تأهيل العاملين، عودة الشركات الأجنبية والليبية إلى العمل في الحقول النفطية، وضع ميزانية خاصة لعمليات الصيانة والعمرة لهذه الحقول. الحقيقة يعني بالإضافة، وحتى لو توصلنا إلى هذه الحلول إن شاء الله وانحلت مشكلة النفط والانقسام، أعتقد في المستقبل يجب علينا إعادة النظر في موضوع هوية الاقتصاد الليبي، وفي أنه هو يكون ريعي أو لا. يعني حتى يجب أن نلاحظ أن هناك التراجع الكبير الذي حدث بأسعار النفط، هذا ناقوس خطر ضد الاقتصاد الليبي. على الليبيين أن يفكروا جديا في التوجه للإنتاج وفي عدم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسي. الحقيقة نحن الآن عاجزين حتى عن تحديد هوية الاقتصاد الليبي، هل هو اقتصاد اشتراكي، اقتصاد رأسمالي أو خليط؟ يعني يجب أن ننظر في هذا الموضوع، وكذلك إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص للعمل، وهذا القطاع الخاص الذي بالتأكيد سيساهم حتى في حل مشكلة البطالة، ويساهم في وضع قيمة مضافة للاقتصاد الليبي من خلال استمرار إنتاجه. الحقيقة القطاع الخاص في ليبيا أثبت جدارته وأثبت نجاحه في العديد من المصانع التي أقيمت في الأراضي الليبية، وأضاف قيمة مضافة للاقتصاد الليبي، وحل بعض المختنقات الاقتصادية والصناعية في ليبيا، وكذلك امتص جزء لا بأس به من العمالة ومن البطالة الموجودة في سوق العمل الليبي. يجب علينا أن نتجه لهذا القطاع ليمتص يعني ليمتص نسبة كبيرة من البطالة. نعم. التي تعاني منها الدولة الليبية. سيد حرويس، ما الخيارات التي من شأنها تؤدي إلى معالجة الاقتصاد الليبي بصورة عامة، بعيدا عن قطاع النفط الذي كلما مرت به أزمة أثر على الاقتصاد الوطني؟ هذا سؤال جيد. نحن يجب أن الأطراف الفاعلة في ليبيا أن هي تأخذ بعين الاعتبار استمرار الأزمة. استمرار الأزمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار. نحن مضت سنتين على إغلاق حقوق الحقول النفط، ولا نجد أي دور للحكومة أو أي تغيير في الأوضاع، بقت كما هي. يجب أن تكون هناك سياسات جديدة خاصة بصناع السياسة العامة اللي ينظرون الأطراف الفاعلة المحلية. هناك دور سوف يبرز الأطراف الفاعلة المحلية، هي التي سوف تشارك في بعض الحلول. هذا من ناحية. من جانب الآخر، هناك عدة نقاط يجب الأخذ بها. أولا المصالحة الكاملة، هذه مهمة. نقطة ثانية، إدارة عامة حديثة، يجب إعادة بناء مؤسسات الدولة بإدارة عامة حديثة، نقطة جوهرية وأساسية وتفيد الاقتصاد الليبي. أيضا إنشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات موحد مفيد جدا، لا تستطيع تحقيق تنمية أو تحسين الأوضاع ما لم تتوفر بيانات ونظم معلومات حديثة. أيضا يجب الاهتمام بالقطاع الخاص، وهو إنشاء نظام تعاقدات للشركات بين القطاع العام والخاص بغرض تعزيز ريادة الأعمال. هذه ناحية مهمة جدا. نجد أن الدولة الليبية لا تولي أي اهتمام ببطالة الشباب وقلة فرص العمل. ريادة الأعمال هذه تحتاج دعم بسيط وسياسات بسيطة للتشغيل والعمل، وتنهي مشاكل كثير من الشباب للحصول على فرص العمل. أيضا تعديل اللوائح الخاصة بعقود العمل ما يتعلق بالقطاع الخاص، هذه يجب أن يتم الاهتمام بها. نجد في لبنان قاضة حرب أهلية، ولكن مطار بيروت كان يشتغل بشكل جيد جدا في ظل الحرب. يجب أن نحن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك أزمة مستمرة في ظل هذه الأوضاع.
لا يجوز ان احنا ننفق الاحتياطي او تقوم الدوله بزياده حجم العماله في القطاع العام يوم عن يوم تزداد. الرسوم لا يتم جبايتها او الرسوم السياديه من ضرائب وغيرها. يجب ان يكون هناك خطوات تقشفيه ولكن مدروسه، وخصوصا كما ذكرت الاطراف الفاعله المحليه. هناك اطراف فاعله محليه هي تقوم بتحمل جزء من المسؤوليه لهذه يعني الازمات التي يمر بها الشعب الليبي في معيشته اليوميه، من ضمنها هو توقف تصدير النفط. وهناك طبعا اخطاء خارجيه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، وننظر للعامل الخارجي عامل دعم. العامل الخارجي بالنسبه للوضع الليبي والوضع الاقتصادي الليبي عامل مساعد نراه وليس عامل سلبي. صحيح هو لم يقدم المساعدات الكافيه، ولكن دورهم يقتصر على الدور التقني والدور الفني والنصيحه، ولكن هناك دعم مثلا ما يتعلق بتصدير النفط اكثر من موقف اتخذ المجتمع الدولي نتيجه للقطاع على مؤسسه واحده التي تقوم بتصدير النفط. هذا على سبيل المثال. العامل الخارجي يجب ان هو يوظف ويتم استغلاله بشكل جيد لما يحقق مصلحه الشعب الليبي والاقتصاد الليبي والمصلحه طيب. الوطني. بذلك يقودنا الى سؤال يا سيد المحيشي، كيف يمكن لمجلس الامن الدولي ان يحمي قراره بتحديده الجهات الشرعيه التي يجب ان تتعامل معها في قطاع النفط الليبي؟ نتمنى من مجلس الامن والدول الداعمه للوفاق في ليبيا ان تكون لها مصداقيه على ارض الواقع. نحن شاهدنا تصريحات وزراء الخارجيه الدول الغربيه، شاهدنا تصريحات السيد اوباما، لكن في الحقيقه لم نجد هذه التصريحات موجوده الان على الارض في ليبيا. هذا الانقسام في ليبيا هذا دليل بان هناك دول للاسف عربيه ودول اقليميه تسعى لوجود هذا الانقسام، من مصلحتها وجود هذا الانقسام. نتمنى ان يكون دعم حقيقي، هناك دعم حقيقي لاتفاق الصخيرات، وكذلك النقطه الاهم وهي اصدار عقوبات على اي اطراف سياسيه تقف ضد هذا الاتفاق السياسي. للاسف لحد هذا اليوم بعد اكثر من 6 أشهر من توقيع اتفاق الصخيرات هناك اطراف سياسيه سواء كانت من الجهه هذه ولا من الجهه هذه تقف عائق امام الاتفاق السياسي وامام حكومه الوفاق الوطني. نتمنى من مجلس الامن والمجتمع الدولي ان يكون واضح في دعم ليبيا للمسار الديمقراطي في ليبيا، وحتى نستطيع من خلالها حلحله المشاكل التي تعاني منها ليبيا في الارهاب والهجره غير الشرعيه. طيب. هذه المواضيع المرتبطه مع كل الدول. طيب ما هو الوضوح الذي تطلبه سيد المحيشي؟ هناك قرارات صدرت من مجلس الامن تؤكد باصدار عقوبات على اي طرف سياسي في ليبيا يقف عائق امام اتفاق الصخيرات. للاسف هناك اطراف كثيره الان تقف عائق امام حكومه الوفاق الوطني امام اتفاق الصخيرات باكمله، ولم نجد اي لهجه او نص ينص على اصدار عقوبات على اشخاص او مؤسسات معينه، وهذا ما اخر عمل اداء المجلس الرئاسي وحكومه الوفاق الوطني. على المجتمع الدولي ومجلس الامن ان يكون واضح في دعم ليبيا، ان يكون دعم حقيقي بعيدا عن التصريحات الصحفيه والاعلاميه، حتى تستطيع هذه الحكومه الوفاق الخروج من هذه المازق ومن هذه الازمه الى مرحله افضل من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الامنيه ومن الناحيه العسكريه. سيدة جابو، إذن إلى أي مدى يمكن لهذا الواقع الراهن أن يساعد شركة الإنتاج الأجنبية على العودة العاجلة للعمل من جديد في قطاع النفط بالبلاد؟ طبعا في الوقت الحالي لا يساعد، لأن الأوضاع الأمنية لا زالت في حالة توتر، الانقسام السياسي ما زال مستمر، في حالة ظهور توافق سياسي و وضع أمني جيد أعتقد أن ليبيا بالفعل هي بلد جاذب للاستثمار، والشركات الأجنبية حينما تتأكد من الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في حالة استقرار سوف تعود بالتأكيد من خلال تقديم المزيد لها من التسهيلات من خلال قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي. علينا أن نعمل لهذه الفكرة، أن نستغل وقوف المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة مع ليبيا في هذه الفترة الاستثنائية للاستفادة من خبراتهم، تشجيع القطاع الخاص، وضع خطة لتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة، وهذا دعم الاقتصاد الليبي بمصادر مالية أخرى غير النفط، يعني إقامة صناعات في داخل ليبيا تعتمد على مواد خام ليبية. ليبيا نعرف أن لديها موقع استراتيجي هام، فهي بوابة
أفريقيا الشمالية، ممكن ليبيا أن تستغل لتجارة العبور إلى دول أفريقيا، يمكن أن تكون حلقة وصل بين حركة النقل الجوي والبحري بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا ووسط أفريقيا. الحقيقة نحن لدينا الكثير من الأفكار الاقتصادية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الليبي وازدهاره، ولكن لدينا مشكلة كما أسلفت، وهي الوضع الانقسام السياسي. إذا كانت لدينا إرادة وتجاوزنا هذه المشكلة السياسية، وفي كل الأحوال يجب أن يكون الانقسام السياسي لا يمس الوضع الاقتصادي، لأننا نعلم جميعا أن الوضع الاقتصادي هو يمس بشكل مباشر قوت الليبيين كما ذكرت، شرقا وغربا وجنوبا. ولهذا يعني يجب أن ننظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار، لأنه يعتبر تهديد للأمن الاقتصادي الليبي، وبالتالي تهديد للأمن القومي الليبي. طيب سيد حرويس، كيف يمكن للمؤسسات المالية بالدولة أن تساعد في إيجاد الحلول اللازمة التي تسهم في إنعاش الاقتصاد؟ المؤسسات الدولية أو المحلية؟ المحلية. بالتأكيد هذا دورها بالنسبة للمؤسسات المالية الليبية، هذا دورها كما ذكرت، أن من المهم جدا إدارة عامة حديثة في ظل هذه الأزمة التي نعيشها، والذي ينعكس على الحكم الرشيد أو الحكم الرشيد يأتي من هذه المؤسسات، وأولها وهو قطاع المصارف. ما يتعلق بقطاع المصارف ككل، هذه من الضروري جدا العمل على إصلاح هذا القطاع. بالتأكيد يتم إبعاد كثير من الفساد الإداري تلقائيا في حال إصلاح قطاع المصارف. أيضا ما يتعلق بوزارة الخزانة أو غيرها من وزارة الاقتصاد إلى آخره، من إعادة بناء هذه المؤسسات. وأيضا في حكومة الوصاف هناك هيئة خاصة بإصلاح المؤسسة للدولة الليبية. هذا من ضمن الحلول العاجلة يعتبر نسبيا على الأقل، والذي تمتلكه الدولة سواء كانت سلطات محلية أو سلطة مركزية، من ضمن الحلول السريعة التي تستطيع القيام بها ولا تنتظر حلول أخرى، وهي إعادة بناء المؤسسة من جديد ما يتعلق بالمصارف. طيب إذا ما الذي يجب أن تقوم به هذه المؤسسات المحلية يعني سيد حرويس في ظل انهيار قطاع النفط؟ ما يتعلق بالإصلاح المؤسسي هذا يرتبط بالإدارة وفي إبعاد الفساد وجباية الإيرادات السيادية، ويتعلق من جباية الضرائب، من جباية الرسوم، هذا كله يرتبط بهذه المؤسسات بما يتعلق بالجباية من الجمرك. كل هذه سوف يتم بإصلاحها، وهو إبعاد الفساد وإنعاش نسبي لإيرادات الدولة، خزينة الدولة. هذا هو الإصلاح يتم من هذه الناحية، ناحية المؤسسات المالية، من جمرك، من ضرائب، من آخره. وأيضا ما يتعلق من الكهرباء بوسائل معينة تحفز المواطن على سداد معاريه من كهرباء، وهو مبلغ ضئيل جدا، الكهرباء مدروم والمواطن لا يدفع، فهذا كله يعتبر تقصير في هذه المؤسسات، كله يقع عليه عبء التقصير في أدائها لمهامها وواجباتها. نعم. في سيد محيشي، يعني ما الخيارات المطروحة أمام حكومة الوفاق الوطني إنعاش الاقتصاد الليبي عموما في ظل الأزمات التي تتجدد بين الفينة والأخرى في قطاع النفط؟ نحن نتكلم عن حكومة عمرها سنة أو سنتين، صعب هذه الحكومة بوضع خطط واستراتيجيات وأن تحقق أي نمو أو تحسن في الاقتصاد. نتمنى من هذه الحكومة أن يكون هدفها هو محاربة هذه المجموعات المسيطرة على بعض المدن في المناطق الوسطى، وتوحيد المؤسسات، وكذلك النقطة المهمة وهو الصراع في الانتقال إلى مرحلة الاستقرار. بدون وجود مرحلة ما بعد الدستور لا أتوقع أن يكون هناك تحسن اقتصادي. والنقطة الثانية وهي الأهم، وهو الآن ليبيا تعتبر من الدول التي تصدر معدل الفساد في العالم. لا أتوقع أن هناك الآن مؤسسات مالية ومؤسسات اقتصادية ومؤسسات تجارية نستطيع من خلال هذه المؤسسات وضع خطط، لأن هذه المؤسسات تعاني من معدل فساد هائل جدا، وشاهدنا وتابعنا تقرير ديوان المحاسبة. طيب هل هناك رؤى محددة سيد المحيشي يمكن للحكومة الأخذ بها؟ نعم، تستطيع حكومة الوفاق وهي مطالبة المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية في ليبيا، تستطيع حكومة الوفاق الوطني الآن في خلال مؤتمر الذي سينعقد الأسبوع المقبل أن هي تدعو الاستثمارات الأجنبية إلى ليبيا وتقديم لها الدعم القانوني، لأن نحن في أمس حاجة لهذه الاستثمارات.
في حالة وجود أي نوع من الاستثمارات الأجنبية في ليبيا وهناك تنافس من هذه الشركات للدخول للسوق في ليبيا، نعم نستطيع أن نحقق تحسن في المستوى الاقتصاد في ليبيا، ونستطيع من خلال هذه الاستثمارات وهي النقطة المهمة وهو تنويع مصادر الدخل وتنويع، ونستطيع من خلالها دعم المشروعات الصغرى من خلال هذه الاستثمارات، وكذلك الاستفادة من خبرة وتجارب هذه الاستثمارات الأجنبية من خلال التقنية والتكنولوجيا، وهذه نقاط مهمة. كذلك النقطة الأخرى وهي المهمة، وهي أن يكون هناك نسبة كبيرة من العمالة في هذه من العناصر الوطنية ومن الأيادي الليبية. ليبيا ما يقارب من 66% من سكانها هم فئة شبابية، تستطيع هذه الفئة تحقيق نوع من التقدم والضفرة الاقتصادية الهائلة في ليبيا إن كان هناك مشروع استراتيجي متكامل اقتصادي مبني على سياسة اقتصادية، سياسة نقدية، سياسة تجارية، سياسة مالية. نعم نستطيع من خروج من هذه الأزمة الاقتصادية الحاقة التي يعاني منها الاقتصاد في ليبيا. إذن بذا نصل إلى نهاية برنامج العاشرة، وبذلك نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، وعبر الهاتف من بنغازي الباحث الاقتصادي حمدي حرويس، عبر الهاتف من مسرط الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية إسماعيل المحيشي. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.